متابعين اليوم السابع، برحب بيكم فيديو جديد من محافظة الشرقية. احنا النهاردة داخل قصر ثقافة مدينة الزقازيق، واحد من اهم قصور الثقافة اللي بيضم عدد كبير من الفرق المتميزة اللي بتحافظ على التراث الشرقاوي، من بينهم فرقة الانشاد الديني اللي يعني ابترع عدد كبير من المواهب في مجال الانشاد والابتهالات الدينية. احنا معانا الدكتور احمد صلاح مايسترو فرقة اللي هيكلمنا عنها. مرحبا بيك على اليوم السابع، وراح حضرتك تكلمنا عن الفرقه وتكوينها وازاي بترعى المواهب فيها. اهلا وسهلا بحضرتك. فرقه الشرقيه للانشاد الديني هي فرقه اتكونت سنه 2016، اعتمدت ماليا وفنيا 2017، والحمد لله شاركت باسم مصر مرتين في مهرجان سماع الدولي للانشاد الديني والموسيقى الضحيه سنه 2017 و2018. الفرقه بتضم 25 عضو، معظمهم الحمد لله من حفظ كتاب الله، مبتهلين ومنشدين وقارئين للقران الكريم. احنا لما بيجينا موهبه، دايما موهبه الانشاد الديني بتبقى موهبه خام. يعني ايه خام؟ يعني هو جاي بيغني وبيقول كل حاجه، لكنه ممكن يكون ثقافته الموسيقيه قليله شويه. فدايما احنا بنحاول نقول له ان في مقام موسيقي امشي عليه، في تون معين لازم تمشي معاه، في ايقاع، يعني وحدات ايقاعيه لازم تمشي معاها علشان يبدا يتاقلم على ان يشتغل معاه موسيقى، وبكده يبقى هو في تدريب. طب ده بيحصل ازاي؟ احنا بنعمل بروفتين اسبوعيا للفرقه، لازم يجي البروفتين يحضر معانا ويسمع ويقول ويشارك. وبعد كده احنا لينا كمان حفله شهريا، حفلات على طول باستمرار على مسرحنا او خارج مسرحنا، وبكده بنبدا ان احنا ننمي الموهبه ويبقى واحد مننا، وبعدين بنبدا نثبته معانا. مين من اكتر المواهب اللي خرجت من هنا من الفرقه وحققت نجاح كبير خلال السنين اللي فاتت؟ الحمد لله احنا معانا سواء ما زالوا معانا او خرجوا للعالم الخارجي، معانا مثلا دكتور احمد عبده، ده اول واحد يعمل دكتوراه في الانشاد الديني، حافظ كتاب الله وهو يعني شخصية محترمة. معانا الأستاذ محمد أكمل هارون، ده خد المركز الثاني على مستوى الوطن العربي في مسابقة مداح النبي. معانا محمد رجب، ده برضو خد المستوى الثاني على مستوى الجمهورية في الإنشاد الديني. ومعانا مواهب كتير جدا، أنا مش عايز أنسى حد، لكن معظمهم ناس حققت نجاحات سواء في جمهوريه مصر العربيه او خارج الوطن. التوسع في النشاط لو تحكي لنا عنه، يعني احنا سمعنا انت عاملين يعني هنا قصر الثقافه دش لجمعيه لرعايه المواهب. احنا عندنا جمعيه رعايه الثقافه والفنون، دي جمعيه هي كانت موجوده لكنها كانت متوقفه لظروف ما، احنا دلوقتي شغلناها مره ثانيه. الجمعيه بيقام عليها جميع ما يمثل الثقافه، يعني احنا عاملين كورسات متخصصه في مجال الموسيقى، بنعلم اورج، بنعلم كمانجه، بنعلم طبله، بنعلم درامز، بنعلم ترومبت، بنعلم جيتار، بنعلم عود، دونا. كل دي كورسات متخصصه بيدرسها ناس متخصصين على مستوى الموسيقى. بنعلم غير كده مجالات الثقافه بقى بعيد عن الموسيقى، لينا كورس تمثيل، كورس تحريك وتصنيع العرايس، عندنا كورس تفصيل للسيدات، عندنا كروشيه، عندنا مكرميه، جميع ما يخص الثقافه احنا بنحاول نتدربه، وبنحاول ان احنا بنعمق اللي بيجي لنا الموهبه، او والرسم برضه عندنا والنحت، كل ده بيجي لنا الموهبه حضرتك بتبقى خام خالص مش عارفه حاجه، بنبدا ان احنا ننسق ونغرس بيها الموهبه وننميها لحد ما يوصل لمستوى محترم. يعني لو تحدثنا بقى ان شاء الله على المستقبل وطموحكم في المستقبل الفتره الجايه وتستعدوا. والله حضرتك احنا انا عن نفسي طموحي ان الفرقه توصل لاعلى مستوى، الشركه ان شاء الله يعني توصل لاعلى المستويات على مستوى العالم الاسلامي، لان جميع الناس اللي بتشارك معايا يوصلوا لنجاحات كبيره في حياتهم الشخصيه والعمليه. كمان احنا بنحلم لما امسك رئيس مجلس اداره الجمعيه ان الجمعيه توصل الثقافه لكل بيت في مصر باسعار يعني حاجه رمزيه، بحيث ان احنا كل طفل عنده شبه موهبه يبقى طفل موهوب فعلا. باسم الامين الطارق خادم الحديث النبوي وعضو من الفرقه الشرقيه، عضو من الفرقه الشرقيه للانشاد الديني بقياده المايسترو احمد صلاح، ربنا يجزي عنا كل خير يا رب والبركه جاهزه.
في مبادئ الامر يعني. اما الامر الثاني مع الفرقه ان شاء الله احنا استفدنا يكفي الخدمه في دين النبي عليه الصلاه والسلام بمجال الابتهال والمديح النبوي. دي بحد ذاتها يعني رساله من اعظم الرسائل اللي بنخدم بها في المجتمع طبيعي. أما بعد، أنا الشيخ زياد هاني منشئ ديني الفرقة الشرقية للإنشاد الديني تبع أصول الثقافة بقيادة المستر أحمد صلاح، وعندي 23 سنة وخريج أصول الدين والدعوة في الزقازيق. كلمنا عن موهبتك، إزاي هنا الفرقة نمتها ورعتها؟ طبعا يعني هنا يعني إخواتي الأعزاء يعني بنين اليوم بالفضل إن هم يعني اكتسبت منهم الخبرات اللي جرأتني ان انا يعني لدي خبرات كثيره جدا في الانشاد، والحمد لله يعني بقيت كويس جدا في الانشاد الديني والحمد لله يعني بفضل المستر احمد صلاح، ربنا يا رب يجزى عنا خير الجزاء يا رب، وبفضل اخواتي المنشدين يعني اللي هم يعني اكتسبت منهم خبرات كثيره جدا وتعلمت منهم حاجات كثيره جدا. صلي على الملام لمح عليه هدى بسر نور المصطفى وصل السلام بعد مرمى بسر نور المصطفى وصل السلام بعد مرمى بسر نور المصطفى وصل السلام بعد مرمى لم تلد النساء